اشوف انا فيش احمد هي لا لازم يا اختي ايوه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده يا جماعه جاي لكم بفيديو جديد ومختلف. تحدي. تحدي جديد ومختلف يا جماعه. يلا هنشرحه مع بعض عشان تفهموا هو هيبقى عامل ازاي. فرده تشرح. ثواني جديده. دلوقتي معانا اربع الوان من البالونات وكل لون اربع بلالين. ولنفرض الاصفر في بالونه من الاربعه فيها اللون الاصفر، والازرق في بالونه من الاربعه جواها لون ازرق، والاخضر والاحمر نفس الكلام بالظبط. دلوقتي احنا هنختار كل واحد بالونه على اساس اللون اللي هيطلع لنا في على السبينر، ونحطه هنا ونفتحه بالدبوس، واللي هيطلع له اللون اللي جوه البالونه هيتحكم عليه حكم من الاربعه بحسب لون البالونه. انا اشرح بقى؟ اشرح. لو طلع مثلا اللون الازرق اخضر، الاخضر الازرق هيدلق عليه جرد الميه. طيب لو اصفر عشان هياكل ثلاث صفار ثلاث بيضات. طب لو احمر هياكل الاندومي الكوري ده في مده دقيقه. الاخضر قرن فلفل، قرن فلفل حراق قوي يا جماعه. طيب باقي البلالين الميه اللي جواها شفافه، مش هتغير لون الميه اللي موجوده هنا، محدش هيتحكم عليه غير اللي هيطلع معاه البالونه اللي جواها لون، وعلى حسب لون البالونه هيتحكم عليه الحكم. وزي ما احنا معودينكم ان احنا هنبتدي اللعب حسب الحروف الابجديه. بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير زر الجرس. جرس الجرس. هنبتدي باحمد وبعدين انا وبعدين فريده وبعدين ليلى. زي ما انتم عارفين ان فريده صغيره وكده، فمش هينفع نطبق عليها الاحكام دي بالظبط، فاحنا بس خلينا معانا كده يعني. يلا بينا. طيب عشان طبعا احنا ما نقعدش كل واحد يختار اللون اللي هو عايزه ومش عارف ايه، لا احنا هنلعب على السبينر، والهي اللي هي اللي هتحدد اللون اللي هنختاره. اللون اللي احنا هنختاره. هنبتدي باحمد. يلا بينا يا احمد. يلا بينا. يلا نلف. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان اللون البيربل واللون البينك لو ظهروا هنضطر نلعب تاني. نعيد تاني. احمر. يلا اختار بقى. I will take what this. اختار دي. اختار دي عشان هي صغيره. احبها. طيب حطها جوه الصندوق. حطها. بسم الله. انا اللي هفرقعها. طيب. ايه ده؟ شفافة. ما طلعلوش يا جماعة حاجة. مش هعمل حكم. احنا المفروض نشيل البالونة. أنا عارفة إن أنا فقرية متوترة جدا ومتوترة جدا، فهروح بقى دلوقتي عشان ألف السبينر. يلا بينا. يلا بينا. يلا. بسم الله. أحمر. أحمر. احمر تاني. يلا بس جديده، بس جديده بالراحه. بس تاخد دي. جي. مامي تاخد جي. يلا مامي تشفرقع. كله احمر لحد دلوقتي. يلا اني فرقع. شفافه ما فيهاش حاجه. يلا دور فريده. يلا انا اروح معاكي. يا احمر. يا احمر. هي تاخد دي. لو ليه جالها. يلا بينا بالراحة بس عشان الله اعلم بقى دي هيبقى عندها لون ولا لا. شفافة برضو. يبقى دلوقتي اخر واحدة احمر هي اللي فيها الحكم. هو اللي فيها الحكم. هات احمر. يلا. يا رب. يا رب يجي لك احمر. بيربل.
يا رب ما يجيليش احمر. يا رب يجيلك احمر. اخضر. يلا. ايوه دي شكلها مميز كده يا شبه قرن الفلفل الوسط. يلا فعلا. يا ترى بقى ما ايه رايك لو هي اللي فيها اللون؟ يلا مسك ايدك. يلا لا كده اوفر شمري. يلا 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 شفافه يا جماعه. يلا بينا انا تاني. ايه ده مفيش حد هيتحكم عليه النهارده ولا؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بينج اي تاني. يلا 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 يلا. لا ليه؟ استني بالراحة 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 بالراحة. أتوبانا هي دي فيها اللون. أيوة دي أول واحدة. ناكل أندومي كوري لمدة دقيقة؟ ما تتفرقعي بقى يا ستي. مش عايزاكي تحكم عليك. دي إيه ده؟ إيه ده؟ اتفرقت. يعني اتفرقت وما اتفرقت وما ايه احمد يا لهوي يا لهوي انا اكل اندومي. لا لا بالله عليك بالله عليكم لمده دقيقه ما اعرفش مده دقيقه بس كله خلاص مده دقيقه ازاي المفروض اكلها اكله في مده دقيقه بس واحده بسم الله انا خايف لا مش عايزه اكل كل يا هعمل عشانكم بس بسم الله عدوا بقى دي ما نفسكش تاكلي بسم الله عامل نفسي بقى مش جعان لا مش عايز حر قوي حر قوي ايه لا لازم تكمل لازم مش قادر انا عيط يلا يلا كل شويه حلوين كده وهنوقف عيني احمرت عيني احمرت يا جماعه شكله حرق قوي يا لهوي مش قادر خلاص خلاص يعتبر كده ان لحقوني تمام يبقى لحقوني بكوبايه ميه يبقى الاحمر خلص يا جماعه استنى بقى الاصفر والازرق والازرق والاخضر دلوقتي هنغير الميه عشان نقدر نكمل التحدي وجبت الميه ورجعت لكم يا جماعه وانا اللي عليا دلوقتي الدور دلوقتي اللي عليا الدور الاندومي وحش يا جدعان جاي معاك يا شوف وفريده جايت معانا كمان مفيش احمر مفيش احمر يلا انا نفسي في الحكم يلا بينا كده لما اختار واحد اختاري بقى ينفع افرقعها انا عايزه افرقعها لا لا كل واحد ليه دور ماشي ايتي يلا بقى يا اختي يلا بينا يلا خدي بقى قرن الفلفل انا اخد اكبر واحد هي اكتر حاجه ما بحبهاش بتطلع لي خلاص يا احمد بقى قصدك حلو قوي جميل الحمد لله في السليم انا لسه مغيره الميه طب حلو يلا كليه كله حلو قوي يا احمد اسكت كليه كله لازم تاكلي كله يلا حكم بقى كله عشان صحابنا انت ما وصلتش للبذور يلا كليه كليه كله لازم كل ايوه كده كمان اكل تاكلي طب روحي انقذي نفسك روحي انقذي باي نفسك وغيرنا الميه يا جماعه وجينا الاندومي لسه في بقي عايز اقول لكم ان بقي مولع وحياه ربنا مش عارفه اتكلم لا وحطيت ايدي على بقي وبعدين حطيتها على عيني فعيني دلوقتي عماله تحرقني قوي فالدور دلوقتي على مين؟ فريده يا المايكات مش شغاله؟ لا عايز ريديوس نايز انا بتاعي معمول طيب دلوقتي انا الحمد لله لحد دلوقتي في السليم ما جاليش اي حاجه دلوقتي الدور على ديدا كده دودو يلا تعالي يلا يا رب بس تعالي انا اروح معاك لو جالها واحده فيها لون مش هننفذ الحكم عشان هي صغيره وكده لسه يلا بينا يلا بينا يلا بينا بينك اعملي تاني اعملي تاني نفسي الضمير شويه لا ما هو كده حلو
يلا اصفر وهتختار اصفر. واو هي هتاخد دي. ايه طيب هاتي كده. يلا بينا بقى. مامي هتعملها بقى الجديده. ماشي ايه ده يا كبيره للدرجه دي؟ ما كانتش راضيه تدي. يلا 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 فيها لون ولا ما فيها؟ يلا بينا اختي. ايه الحمد لله. يلا يا ليلي ليلي اللي على الدور. يلا بينا. انا عايزه اشوف. عايزه اشوف. انا مش هتعذب لوحدي في التحديات دي. ما انا اتعذبت معاك. تاني تاني مفيش عطاني. احنا دلوقتي يا اصفر يا ازرق. ركزي بقى. يا اصفر يا ازرق. بس اصفر ازرق اصفر ازرق اصفر ازرق اصفر 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 اصفر. يلا بينا. انا اللي هفرقع. هي اللي هفرقع. هي تفرقع. يا رب هي تفرقع. ممكن. يلا بينا. يلا بينا. هم هم. هيتحكم عليا يا جماعه. ايت مش بشع بس يعني شويه يعني. خلي بالك عشان هو بيشرق. من خير. ايت ايت اكلهم الثلاثة ورا بعض. ايت عادي هجيبك بقى. اه ثلاثة؟ ما لازم الثلاثة؟ معرفش. كلهم الثلاثة؟ يام عم يام يام. حلو. واو يامي. حلو. سلاحهم لك بايه؟ يامي 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 يامي. هو لو جالي اصفر هعمله تاني؟ طيب على ما ليلى تخلص الحكم اكون غيرت المية ولا لا؟ لازم اتفرج عليك وانت بتعملي الحكم. كلمي كده؟ جماعة انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة. سبسكرايب لايك شير جر الصرص. يلا اخر واحدة. يلا بينا. عم يا جماعة. يامي 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 يامي. نيجي نختار. اختار. لا لحد لو ما طلعتش نفضل نختار ازرق. ايوه اختار دي. ده اصعب تحدي على فكرة. بسم الله بسم الله بالراحة. بسم الله. انت تعمل ايه؟ انت بتلعب بولاكتا معايا. ما جاش. مفيش حاجة. انا؟ فيهاش. سعيد. تعالي يا بت. يا مامي. انا حاسة هتيجي فيا انا في الاخر. لا حاسة ان ايه هتيجي فيا انا ما اعرفش ليه. لا فايدة مش هتعمل بقى. كله يقول يا رب. يا رب يبقى عليك الحكم. ايه اول مره ما يجيليش حكم. ما يجيلكيش حكم. فريده. يلا بسم الله بسم الله. فريده يلا هتطلع فيها. لو 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 دي مش هي يبقى انا. قول يا رب. يا رب يا رب الكل. يا رب الكل. ليلي طب ما تمسكيها بايدك. هو في ايه؟ لا في يلا يلا ليلى اديني فيها ميه. يلا يلا ايه ما هي اخر واحده يعني. يلا نفرع بقى. نفرقعني انا طلع فيها كل حاجه. يلا النيس. يلا يا ناس. يلا يا ناس. انجزي يا ناس. يا رب. ليلي بتحب الميه يا جماعه. بحبها ده انا بعشقها مش بحبها بس. كل شويه ينزل عليها جرد الميه. يلا بينا على الحمام يا جماعه ننفذ الحكم. يلا بينا. انا مش هقول حاجه. انا ما عنديش كلام اقول. يلا بينا. جرد الميه برد على الطريق. دلوقتي يا جماعه انا والميه باين حبايب جدا. لا تفتكروا في الحد اللي فات برضو اتدلق عليا ميه. أيوة. ودلوقتي برضو هيدلق عليا ميه عشان الجو حر يا حبيبتي. احنا بننعنشك وبنفرفشك. يلا يا جماعه. يلا نفرفش. يلا يا جماعه عشان ننفذ الحكم. فرشوا فرفيش. احنا فرشوا فرفيش. احنا فرشوا حد خلاص يا حبيبتي ما تزعليش. وبكده يا جماعه نكون خلصنا فيديو النهارده وتحدي النهارده. واستنونا في تحديات تانية كتير. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات التحدي. لايك 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 سبسكرايب لايك شير جر
الصلاه، استنى لو قلتها. بنحبكم قوي وباي.